احتفالا بعيد رقاد السيدة العذراء، أقامت بلدة مرمر الدابر في حمص الغربي كرنفالها السنوي بنسخته 45 بمشاركة فعاليات أهلية وشعبية ومغتربين من أبناء المنطقة. بنفس عدد سنوات عمر الكرنفال، سنة في عنا 45 مجسم، 45 فكرة، سوريا حلوة اهتموا فيها، نحن عم نحاول نوصل الفكرة هي إنه نحن قادرين نصنع كل شيء، نصنع الفرح حتى قد ما يكون في أسى علينا نقدر نصنع الفرح. كل عام وانتم بخير وسوريا بخير وقائدنا بخير. مشاركين فقرة مزارعين وحيوانات، مشاركين بعيد سيدي وكثير مبسوطين والاجواء كثير حلوه، ينعاد عليكم. نحن فقرة منجمات منبصر وكذا، يعني تبصير انواع تبصير هيك، نعاد على الكل يا رب، وحبينا نشارك هاي السنة، هاي ثالث مشاركة. تعودنا كل سنة نرسم الفرحة وجوه الناس، هاي السنة عاملين قمر وغيمين، وكل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالخير. الكرنفال الذي انطلق من ساحة البلدية وجال في ساحات مرمريتا وشوارعها تضمن فقرات فنية منوعة بأزياء تنكرية ولوحات تراثية راقصة ومجسمات كرتونية وسط أجواء من الفرح والبهجة. والله جايين احنا من حلب خصوصي، سمعنا عن مهرجاناتكم كل سنة عم تسووا انه شيء كثير حلو، اشتهينا نجي نحضر معكم هاليوم العظيم ونحتفل فيه معكم. جينا لهون خصوصي من حلب، وانا جاي من بلغاريا، من حلب وجاي لهون على مرمريتا خصوصي مشان احضر حفلة عيد السيدة، وعن جد كثير منطقة حلوة، وعن جد شعبها وناسها كثير كثير حلوين. كل عام وانتم بخير ناس عيد السيدة، اليوم يوم مميز كرنفال مرمريتا 45، كل سنة بيكون أحلى من سنة، الله يعطي العافية الشباب، وإن شاء الله دائما مجموعين بالفرح. أول شيء السنة إجوا مختربين كثير ومميز دوما، لأنه أفكار كل سنة عن سنة أحلى وأحلى، وأهم شيء إنه مرمريتا قدرت تضيعها تكبر وتلم سوريا كلها. في كل عام يتجدد اللقاء في كرنفال مرمريتا، حيث يتوافد الأهالي والمغتربين من كل حدب وصوب، فهو ظاهرة سياحية وحضارية تبعث الفرح في النفوس المتعبة من خلال الأفكار المتجددة المبدعة للقائمين عليه سنويا. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من كرنفال مرمريتا بريف حمص الغربي.